بعد الدخول في الشهر التاسع منذ بدء الاحتلال الإسرائيلي عدوانه وعمليته العسكرية في غزة، قال إنها تأتي على مراحل وتشمل مناطق مختلفة من القطاع وتستمر على فترات زمنية. طرح عدد من الخبراء العسكريين والأمنيين الإسرائيليين تساؤلات عدة بشأن ملامح المرحلة التالية. المرحلة الأولى من العمليات العسكرية للاحتلال تزامنت مع بدء التوغل البري شمالاً، حيث استمرت قرابة 3 أسابيع كثف فيها من القصف الجوي والبري والبحري الذي طاول غالبية مدن ومخيمات وأحياء من القطاع. وشهدت هذه المرحلة أيضاً مواجهات ضارية مع المقاومة. وتسببت العمليات العسكرية خلال هذه المرحلة في سقوط ألاف الشهداء والجرحى وتدمير المنشآت الحية، واستهدفت المستشفيات والمراكز الحيوية لشمالي القطاع، وأرغمت المدنيين على ترك الشمال والاتجاه جنوباً، حيث ادعى الاحتلال أنه منطقة آمنة. أما المرحلة الثانية فركزت على التوغلات البرية للفرق والألوية نحو وسط قطاع غزة ومدينة خان يونس جنوباً، مع استهدافات مباشرة للمخيمات ومدارس الأونروا التي كانت تعج بالمدنيين مع استمرار العمليات في غزة والشمال. كما أفضت هذه المرحلة الثانية إلى تقسيم قطاع غزة وفصل شماله عن جنوبه بإنشاء محور نتسريم، وهو محور الطريق 749 الذي شيده جيش الاحتلال ويمتد من شرقي القطاع إلى غربه، في نية واضحة لتقسيم القطاع وفقا لمحللين عسكريين. لم يكتف الاحتلال بذلك، بل منع وبشكل ممنهج عودة النازحين بعد إجبار أكثر من 100,000 غزيين على النزوح إلى وسط وجنوب القطاع، ومن ثم بدأ في عملية عسكرية برية في رفح المكتظة بالنازحين في 6 مايو مستهدفا العديد منهم. كما قامت قوات الاحتلال بإعادة السيطرة على معبر رفح البري الحدودي مع مصر، وسيطرت على محور صلاح الدين فيلادلفيا، مع مواصلة تدمير بلدات ومخيمات ومدن في كامل القطاع. وبينما اعتبر عسكريون إسرائيليون أن المرحلة الثانية كانت أطول وأكثر تعقيداً من الأولى، خاصة مع اعتبار حجم الخسائر التي تكبدها جيش الاحتلال في صفوف جنوده ومعداته خلال المواجهة مع المقاومة، فإن أمنيين توقعوا أن عملية رفح ستستغرق 2 آخرين أو 4 أسابيع في أسوأ الأحوال حتى تنتهي. معطيات أكدتها هيئة البث الرسمية الإسرائيلية، وبالتالي فإن الوصول إلى مشارف نهاية هذه المرحلة الثانية سيتطلب وفقا للمسؤولين الأمنيين الإسرائيليين اتخاذ خطوات جديدة وإيجاد خطة سياسية أمنية، وإلا ستتحول الحملة العسكرية من نجاح إلى فشل حسب وصفهم. ووفقا لنفس المصدر، فإن الاحتلال سيحتفظ بالسيطرة على محور نتسريم ومحور صلاح الدين فيلادلفيا ومعبر رفح الحدودي حتى عندما ينهي نشاطه في قطاع غزة، وهو ما يصعب من الكشف عن ملامح المرحلة الثالثة من العملية العسكرية في القطاع.